السلام عليكم. بابا بابا وين هدي نعتني فيها؟ موجودة، بس أهم شيء كيف الدراسة معكم؟ لا لا تشيلهم يا أبو محمد. أكيد يعني عارفين تتعاملون مع المنصة؟ إيه محمد صار مبدع في استخدام المنصة. إلا وأنا صرت خبير والمنصة فعلا ممتعة. أنا بعد بابا خليني أوريك. يلا خلينا نشوف أكثر واحد محترف فيكم. يلا الحين بقول لكم، هذه الواجهة فيها كل شيء يخصني، الجدول والواجبات والمقررات الإلكترونية وأدوات التواصل مع المعلمين، وأقدر أعدل على ملفي الشخصي. بعددلك طبعا يا بابا. وهنا بعد كل تقارير. أنا من هذه الصفحة أقدر أدخل على تطبيق مايكروسوفت تيمز كأني بفصل حقيقي، والمعلمة تكون معي صوت صورة نفس اللحظة. صراحة شيء آخر إبداع. طبعا هي لسه تقول لكم شيء مهم، في ميزة أنك ترفع يدك من هذا الزر قبل ما تشارك، عشان ما حد يتكلم بأي وقت وما يشوش على زملائه. من هذه النافذة يمديك تدخل على قناة عين تحصل كل الدروس والحصص. طبعا هو نسى يقول لكم أن كل الشروحات موجودة ومحفوظة تشوفها في قناة عين على اليوتيوب. تخيلوا بعد أن المحتوى اللي موجود بالكتب موجود هنا في المصادر التعليمية، لكن بشكل ممتع ثلاثة الأبعاد. يعني مثلا هذا القلب في مادة العلوم أقدر أحركه من كل الاتجاهات، وفي مراجعات وتشويقات وتجارب مدعومة بلغة الإشارة، تعليم اللغة الإنجليزية والبرمجة بلغات متعددة. وأنا من هذه النافذة أقدر أسوي اختبار نفسي، أقدر أسوي اختبار على الحصة أو الوحدة أو المنهج كامل، واختبر نفسي وأعرف درجتي. كل هذا بفضل بنوك الأسئلة المليانة معلومات اللي تخليك تدخل الاختبار وتحدد مستواك بشكل ذاتي. وبوي كل هالمعلومات وأكثر بعد موجودة في بوابة العودة للمدارس. ما شاء الله عليكم يا عيالي. بابا بابا مين فاز؟ كلكم فزتم ولكم أجمل هدية.